السلام عليكم السلام اخواتي عليكم اخواتي. السلام عليكم اخواتي اخواتاتي، نهاركم مبروك ونتمنى يا ربي كيف ديما تكونوا بخير وعلى خير في احسن احسن صحه. شكرا لجميع الناس اللي كتابعنا، وشكرا لجميع الناس اللي كتستغل من وقتها. شكرا حيت كتدعمونا وكتخلينا ديما نجيبوا الجديد. معنا الشيف موحى الاخ يقدم براسه. تفضل اخويا، تفضل تفضل تفضل. قناه الدار دارك مرحبا. انا السلام عليكم، باش كنت صايب و شكرا اليوم اللي كي داموا هاد القرات اللي كي ديما كي ديروا سبسكرايب و كي كومنتيو كي ديروا شي حاجه سوينه، و شكرا اللي كي داموا القناه خديجة فتحي. شكرا. و يلا نبدا اليوم. شنو غنقدموا للناس ديالنا المتتبعين ديالنا؟ شنو غنقدموا لهم؟ اليوم غنديروا موسموس. موسموس يعني تمشوا بطريقتك ولا بطريقة ماما؟ بطريقة ماما. اليوم غنمشيو نديروا موسموس. موسموس الناس كيديروا بطريقتهم، ولكن بالنسبة للناس اللي في المغرب ولا خوت الجزائريين ولا المصريين ولا التونسيين، المغرب العربي ككل وجميع العرب، المسلس هما الفخا تاع الدجاج. يعني الفخا تاع الدجاج حنا غنديروهم بالطريقه الطريقه ديال الاسبان. ونتمنى يعجبوكم، ونتمنى 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 يعجبوكم. وكنرافقكم بواحد اللي سلاد الروسا حتى هي ان شاء الله غدا، علاش لا، نعطيكم الطريقه كيفاش كنصاوب انا ولا كيفاش كتمشي في الريستورون. المهم بقاو معنا دابا خوتي باش نمشي طريقه التحضير، وعلاش لا نعطيكم فكره قريبه على الموسلوس. وهما قلت الموسلوس راه موجود في 72، ولكن حنا غنشوف طريقه التحضير ونوريكم كيفاش كيمشي مع كيرافقوا سلطه الموسلوس. كتولي اكثر تنقص باش قال بالفرنسي 100%، ماشي 100%. انا خوتي كيف كتشوفوا معايا، عندي كيلو ديال الموسلوس، كيلو الفخاد، كنشدهم كنبدا نستفيهم في المقله ولا في القميله ولا فيما بغيتوا طيبوهم نتوما، غير للاضافه فقط. ملي كنجيب انا الدجاج ولا الموسلوس كنغسلو بالحامض ولا كنغسلو بالخل باش نحيد من ديك الزفوريه ديال الدجاج. كيف كتشوفوا اخوتي، ها نتوما استفتهم كاملين في المقله. هنا اخوتي عندي كاس ديال الحليب، عندي 200 مليلتر ديال الحليب، 200 مليلتر ديال الليتشي، يعني غير يعني كاس الحليب كنضيفو فوق الدجاج، وكنضيف عليه التوابل، كندير شويه الملحه، قبصه الملحه غير شويه ولا الراس تاع المعلقه، وكنضيف عليها اخوتي اخواتاتي شويه التحميره حتى هي معلقه صغيره، وكنضيف عليه الكركم، شويه الخرقوم بلدي حتى هي معلقه تقريبا، معلقه صغيره، ومعلقه صغيره ديال سكنجبير. وشويه الابزار، شويه الابزار اخوتي. مني كندير اخوتي كاع التوابل كيف شفتوا معايا، كنشعل عليه البوطه وما كنديرهاش مجهده. نتوما شوفوا معايا هنا بالنسبه للناس اللي عندهم بلاكه تاع الضو، انا درته هنايا في الخمسه وخليتها، وغادي نغطيها وغنخليه حتى يولي هذاك الحليب يولي تجالب مع الموسلوس ويطيب على مهل. هانتوما كيف شفتوا معايا اخوتي، هنا بدا كيطيب وما نساوش اننا نقلبوا الموسلوس، يعني نقلبوا على الجهه الاخرى.
كناخذ اخوتي زلافه كنضيفوا فيها زوج البيضات هنا كنبداو نبريباريو باش منين نحيدو المسلوس نبداو نقليو فيهم. عندي زوج البيضات، واحد المعلقه صغيره ديال الزعتر ولا زعيطره كنضيفها حتى هي، ونبدا نطرب اخوتي. كنديروا شويه الملح اخوتي، نديروا شويه قبيصه الملح باش ما ننساوش، ونطربوا نعقبوا نبقاو نطربوا واحد شويه. من بعد اخوتي كناخذ واحد 50 مليلتر ديال الحليب كنضيفوها حتى هي مع البيض والزعتر ونطربوا شويه. ملي كنطربوا بالطراب اليدوي كنحطوها جانب، هذاك الشيء كنحطوه جانب. وكناخذ واحد 200 غرام ديال بارياو ولا الخبز يابس كيكون فرتج ولا شابلور، وكناخذ الدقيق حتى هو يا فورس نفس الكميه ديال 200 غرام، وكنضيفوا عليه شويه الملحه، يعني غير شويه الملحه، ماشي بزاف صافي. كنخلطوا بارياو مع الدقيق، ومن بعد كنمشيو نشوفوا الطنجره عاوتاني. صافي كيبان لنا داكشي كيف كشتو معايا، كيبان لكم المسلوس راه باين طيبين. صافي كنبدا نحيد فيهم وندير واحد البلاطو فيه بابي دي كوزينه ونخليه ينشف شويه. ها نتوما من بعد اخوتي دابا كناخذ الموسلو ملي كينشفوا شويه وكيبردوا واحد شويه كنديروهم في البيض هو الاول، من بعد عاد كندردروهم في الدقيق وبارياو مزيان بالطريقه اللي كندير انا، غير ديروها راه غيخرجوا لذيذ. من بعد صافي كنديهم للمقله في الزيت، كتكون غير شويه دافيه ماشي طيبه، غير دافيه شويه، وكنحطوهم نخليهم بداو يطيبوا. ما كنجهدوش عليهم البوطه يعني كتكون مهيله. كنستمر بهاد العمليه، كندير الموسلو في البيض والزعتر والحليب هما الاولين، من بعد كنعاود نديرهم في الدقيق وبارياو يعني الخبز مفرتج، ومن بعد نقليهم. شفتوا معايا اخوتي بهاد الطريقه غنستمر اخوتي. هنا يعني تقريبا بداو يوجدوا الموسلوس ديالنا، ومن تشوفوا في هذا الكولور ما تقولوا زعما راه تحمروا بزاف، لا ما تنساوش بان الجلده راه كتحمي على الكارني على اللحم، يعني واخا كيبان لكم هاد الجلده هذه يعني محمره ولا كتبان لكم بحالها بدات تحرق، لا ما تخافوش هذه غير جلده، ولكن الكارني كيبقى رطب، يعني اللحم كيبقى اللحم ديال الموسلوس كيبقى رطبين. هانتوما غتشوفوا معايا اخوتي، شتو واخا كيبان لكم محمرين داكشي، ولكن بالعكس كيدخلهم الطياب مزيان وكيتحمروا، وتا اللحم كيجي من الداخل رطب. ودابا اخوتي خواتاتي مشينا للمرحله الاخيره، مرحله التقديم. كيف كتشوفوا هالموسلو وجدوا
وسلطة الروسة هي كت مجدها يعني سلطة الروسة كتمشي مع أي حاجة. أنا فضلت تمشي مع موسلوس. شوفوا كيف قلت لكم وخايب لكم كولور ديال الفخاد يعني حمرين داكشي، ولكن حنا غنمشيو ندوقهم وتشوفوا من الداخل كيفاش كيكونوا. يعني الجلده كتكون محمره ولكن اللحم كيبقى هو من الداخل، كيكون داخل الطياب وكيكون رطب. نتمنى يعجبكم وما تبخلوش على وليداتكم بهذه الوصفه هذه، حيت الدراري صغار كيموتوا على الموسلوس، كيموتوا على شي حاجه سميتها موسلوس. وبصحه راح اخوتي.